مساء الخير الزلف لون. غدا سنحتفل باليوم العالمي للمعلمين اللي أسسها اليونسكو في 1994 اعترافا بالجهود اللي تبذلها هذا الفئة لإعداد جيل اليوم للغد. وبهذه المناسبة نحيي كل أساتذة ونقول لهم باللي نقدر كل ما راهم يقوموا به من أجل تربية أطفالنا. عيد سعيد وكل عام وانتم ناشطين ومجندين من أجل مدرسة جزائرية العمومية المجانية. وشكرا مرة أخرى.